عندنا 17 ديال الكتراس التراك وصل لها. ها هما الطوموبيلات فين خليناهم، لينا ماشي ناس كيشوفوها. ها هما فين غاديين كيشوفو، الله يسخر لمولاها. 17 الكتراس بالنسبة للتربة ديالها مزيانة، بالنسبة للتسطواع ما فيهاش الحجر بزاف. ها انتوما الحجر ديالها ماشي غير شغل العزف، وداك الحجر قليل فيهاش بزاف. ها هم الناس فين دايرين البصلة وحافرين البير. ها هي البصلة خضراء راه كتبان قدامنا، وهداك البي سي البير راه دابا مخدم الموتور اللي موجود هنا. هنا 17 ديال الكتراس. بالنسبة للوريقات ديالها غير عدلية لأن فيها الورثة، وعادي يلا باش اللي خداها ولا هذا دوك الورثة عطي الوكالة لواحد العائلة، كاينين جوج عائلات. كما قلنا التراب فيها مزيان والحجر فيها قليل. هما الناس اللي كيشوفو. معاهم السيد مول البلاد اللي كيشرح لهم كل شيء، حنا جبناه. بالنسبة للأرض هي هادي، عندها فصادة كبيرة على الطريق، هي هادي ماشية كاملة. 17 الكتارات وكاين حداها 6 وكاين حداها 8 الكتارات. وبالنسبة للأراضي هنا اللي بغا يوسع الشبكة راه موجود. هانتوما مازال البلاد غادية ومازال موجود يشري تا الحفاظ باب. هانتوما كما قلنا داكشي الحجر اللي فيها قليل ما فيهاش بزاف، الحجر اللي غير على وجه. عندها موجودة كتدخل البيستا تقريبا بواحد الكيلومتر، ولكن البيستا مصوبة مزيان. النشرات هنا بعيدة عليها شوية مطوعة ناضية. وكيفاش اسيستي لي؟ قلنا هادي 17 دكتور، حنا ماشي ندورو فيها، راه غادي حتى الراس ديال داك الجبل الصغير راه فين هو فين. غادي تهبط نيشا للطريق وغادي على الطريق كاملة. هي الطريق فين كتبان لنا هي هادي، عندها هاد الفصادة كاملة على الطريق. بالنسبة للما موجود في هاد القنت، يا هادي 17 الكتار. بالنسبة للحد ديالها هنايا هو هاد الحجر عاود، هذا هو داير معاها من هنا وغادي.
فين كاين طوموبيلات، فين هما فين الطريق هي هذيك، راه مازال غادي الفوال ملهيه هذيك البصله اللي راه كتبان لنا خضراء. وهي هذه بالنسبه للحجر كما قلنا ما فيهاش شي حجر اللي غرق يا صح. اللي باغي يطوع وباغي يخدم راه الارض تبارك الله مزيانه والفلاحه كتجي فيها مزيانه ومغفوله. هما هنا كاينين شي فلاحه اللي غير جامعين منقين غير باليد ديالهم، هما فين الحجر ديالها. هانتوما كما كتشوفوا كاين اللي منفقين البلاد ديالو كيحرطوها دابا هنا غير باليد، هانتوما كاين لا مني داكشي. الاخوه اللي معانا راه فين كيشوفوا مازالين كيدوروا في البلاد. حنا دابا غادي نعاود، رحنا شفنا 17 القطارات اللي مازال ما مطوعاش، حنا غادي نشوف واحد 12 قطار وفيها البير، بير محفور ناضي فيه الماء لا عندو، رحنا غادي نشوفوها عاود دابا. كما قلنا راه من الاخوان مازالين غاديين. شوفوا عاود 12 قطار اللي فيها البير، تبارك الله. هما الفوارم ها الفيرما سميها سيدي الفيرما هنا هي هذه.